بالها حال السيد الرئيس على ميزانية تكميلية من 25 مليون ثم مشاكل مالية في صندوق الدعم، وإن شاء الله تعليمات السيد الرئيس راح حلها شوي بشوي باش يكون الزيت هذايا بتوزيع تصاعدي في إضافة الكميات المطلوبة إلى أن يقع الوصول إلى 14500 بعد شهرين. يلزم الدولة تضخ 14500 بالشهر باش يقع القضاء على النقطة المادية هذه. خامس وقع أخذ العينات نتاع 6000 طن من المادة هذه، وإن شاء الله باش يبداو في التوزيع نتاعها بداية من 25 أوت ويقع ضخها في الأسواق بكميات 6000 طن، ومن بعد نهار 15/9 باش يقع ضخ 6000 طن أخرين. معناها في ظرف 25 ل 20 شهر 9 باش يقع ضخ 15000 طن في الأسواق.